اهلا وسهلا الغزولة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن احوال يا ربي. المهم هذا الفيديو اليوم كنت شاركت معكم فلوج، ما تدوش على هذه الجهه باقي ما كملتهاش. المهم كنت دايره معكم فلوج وديكشي، مي الفيديو اللي شاركتكم اكبر مشتريات درتهم في هاد الصلد، يعني كان طويل بزاف. الوغ اليوم شنو غادي نديرو؟ نشارك معكم مشتريات وكل شيء اللي شريته، الميزات وكل شيء راه غايبان لكم منين خدياهم، كل شيء وان شاء الله غدا غادي نوريكم الفلوج وديك الشيء اللي لقيت والهميزات وفين جبرتهم وش من مكازا وش من بلاصه، كل شيء. يعني واخا تسمعوني كنقول لكم راه شفتوني قبيله ولا ما ديوش، باسكو كنت كنهضر بانني غادي نحط لكم الفلوج اونصومبل. ما علينا الحبيبه ديالي، المهم نخليكم مع الفيديو باش ما نطولش عليكم حيت ديجا طويل. الوغ جلسوا لي مع راساتكم شي قهيوه شي لعيبه شي شيبس شي لعبه، وهانتوما شوفوا باش تعرفوا فين غادي تمشيو ديريكتوم. الا عجبتكم حاجه راني عطيتكم معلومات كثيره والحوايج هكا يديروا الدق ديالي واعطوني اخبار. يلا الحبيبه ديالي بقاو مع الغزيله ديالي انا، يلا كندخل للظل. المهم غادي نشارككم كيف غادي تشوفوا ما شاء الله تبارك الله، عندي هنا بزاف ديال لي زاشا، ما عرفتش واش الفيديو يكفيني ولا لا. المهم اللي كيعجب لها الشريان ولي زاشا تكمل معايا لي فيديو باسكو كاينين هميزات خطيرين واللي باقيين حد الان، وكاين شي حويجات اللي ما وصلونيش بحال داك الشكل اللي كومونديت من 2000 فيغا، كاينين اللي ما وصلونيش حيت كنت دوزت واحد لا كوموند الاخريه والكوموند اللي كنت دوزت قبل منها كانت وصلتني، مي هذه لا ساي. المهم ما علينا، سام غادي يوريكم شي حاجات، سام مونتخ لوغ، سام غادي يوريكم شي حاجات خداهم بروموسيون باش يتلح عليا. يلا برون تي سكو تا اشتي اوجوردي، الي مونتخ سكو تا اشتي اوجوردي كوم سا. المهم سام بيان سور خدينا له لي جوي ديالو، خدا هذا اللي جو سي با كومو يسابي، كومو يسابي سا؟ بيرو داكتيل ما عرفتش واش بصح ولا لا. المهم واقيلا هادشي اللي كاين، المهم فيه 4 اون بلوس واخا سي با سون اج مي بريس. المهم سي تان وازو ولا ما نعرفش شنو هذا، مي داير بحال روبو. المهم داكوغ اتون اون فادير لو بري دابور، جو كخوا سيتي كان كيدير 23.50 اورو، خديناه له ب 16.45 اورو، يعني با ان كرون بروموسيون كارفور. خدا هاد الروبو هذا، جو سي ميم با سي كوا هاد البيرسوناج، المهم غادي يلعب معاه مع ديك لي كابتن ديالو ديك التخربيق. تقام علينا ب 5 اورو. تيا يلا فا جوي، فا بابا اي فا اوفغيغ لو جوي داكوغ فوالا سير بسلامة. المهم هاكا باش انتهينا منو. المهم البنات انا عندي هنايا بزاف د الحاجات درتهم اليوم في نهار الصولد، شرينا بزاف د الحاجات سوختو في اديداس، وعندي الحاجات اللي شريت قبل يعني سيمانه قبل لي سولد ولا في لوفونت بريفي، خدينا بزاف د الحاجات منهم. شي حاجات اللي ما غنوريهم لكمش بحال الملابس الداخليه باغ اكزومبل، وحدين منهم لابساهم نيت، يعني با مال ديال الملابس الداخليه كنت خديتهم من ايتام باسكو لي بروموسيون واعرين. نوريكم هذا اللي شاركت معكم ديك النهار، خديتهم حتى هما من بيوت، مي هادو ما كانش فيهم التخفيض. هاد الطبقه هادو اللي كيمشيو هنا في الحيط، وديجا علقت اخرين كنت خديت 6 منهم. هادو الكبار دايرين 8 اورو، وخديت المويان وخديت الصغير. المهم شكون شاركتهم معاكم لي انتريسي خديتهم من بيوت. دابا نبدا معاكم اليوم بالصولد ديال اليوم اللي عملت. المهم نبداو بكارفور حيت مشينا لكارفور، نجرب لكم باش ما يجيش طويل. مشينا لكارفور خديت هاد لاكويت هادي صغيره ديال صال، لاطاي ديالها 140 في 200 ديال الصيف، داروا لاكويت ايتي كانت دايره 15 اورو وتقامت عليا ب 7.50 اورو، يعني رخيصه بزاف. ولاكويت مبرده ماشي ديك السخانين ديال الشتوى، وهي هادي المناسبه مع هو عنده واحد لاكويت اللي كنت خديت له بها، هادي الثانيه باش يبدل بها، وهي اللي تيديرها في الصيف هذا باش نحيد هكا اللي دوزتو نحيدو. نشوف لكم هاد الصاك الكبير شنو فيه. اتوندي المهم هذا ديال الميزون دو موند. المهم كيف عارفين بلي مشيت للميزون دو موند فونت بريفي ورجعت لها عاد البارح زدت منها شي حاجات، ما كنت صورت لكم باسكو كنت ديجا صورت لكم كلشي اللي كاين. الوغ رجعت نو سام نو با ايسي، تيا يلا با با تشوف بازي. المهم كنت رجعت وخديت داكشي اللي خاصني اخر. المهم راه باقي كاين ديك لي فونت بريفي اللي كانوا راه باقيين هكاك في مون بوبوش اللي باقيين هكاك. ما علينا البنات، رجعت خديت شي حاجات من ميزون دو موند، نوريكم بزاف الحاجات نورمالمون اللي عندي هنايا. المهم خديت هاد الوساده هادي،
اللي غادي يمشيو على الكنابي ان شاء الله وعلين ان شاء الله نبدلوه هكاك واحد يفوتوا لي فاكونس وصافي ونتلهى مع الكنابي خاصني نبيعو عاد ناخذ الاخر باش نعرف فين نديرو حيت باقي جديد فهمتوا الو خاصني هذا نخرجو وداك الساعه ندخل الاخر نكونو ريزيرفينا ولا مخلصينو باش داك الساعه يخوي لي البلاصه ما علينا عندكم هاد الوساده هذه اللي فنا بزاف فيها هاد الشوشيات بحال هكا وعندها هنايا هاد الشوشيات هيدا صغيورين مشات بيج ومطروزه بالكحل وانا بغيت نبازي على هاد اللون تاع الكحل مع البيج فوالا خديت هادي يلا كيف والمره اللي فاتت مني كنت مع صاحبتي خديت اخرى كل مره كيجبدوا هذيك النهار ما كانوش كانت وحده خديت الوحده ومن بعد مشيت مره اخرى جبرت جبدوا يعني لقيت وحده اخرى يعني كل مره كيجبدوا وهذا الموديل عاوتاني ما كنت جبرته المره اللي فاتت وهاد المره مني مشيت لقيته مي هذا دايوغ ما فيهش 50% هادي فيه ناقص 50% البنات في الفونت بخيفي داروها وحتى في الصود هادي كدير 8 اورو تقامت لي ب 4 اورو رخيصه بزاف بالنسبه للمقارنه مع الاثمنه ديال ميزون دوموند سينو كاين هاد المخدات هادو اللي غاليين شويه هادي دايره 14 اورو وناقصه غير 30% ماشي بزاف ولكن المهم صابو لكم ديجا شفتوا كي داير لوديسا ديالها كيحمق البنات اللي عجبت لكم راه خليت تما ديجا ملي مشيت وكل مره كيجبدوا كيف قلت لكم المهم خاصهم يتعمروا يبانوا الوغ انا ديجا خاديه شي مخدات نوريهم لكم فنا 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 هادي تقامت لي شويه غاليه خديت منها جوج يعني هادي جوج وعندي مخدات اخرين داك الساعه نوري لكم الشكلات منين صايب الصالون وتشوفوا كي جا التناسق ديالو دابا بقى لي غير طابي ونكمل وصيت ديك مول مارشي يجيب لي طابي سي بون صافي هادو هاد الوسايد وخديت من ميزون دوموند اوسي ايغالمون واحد الديكوراسيون تاع واحد الكليب عجبلو لسام ولصق لي فيه وخديتو له كان فيه 50% داير 8 اورو تقام ب 4 اورو اللي راه انتريسي سي ان ديكوراسيون اوسي وي دانا سيزو سيزو وي سيزو بو كوبي اوكي دابا نعطيه واحد سيزو يعطي لها ماما تاتي مون شان وي المهم غزي ولات عطيت له المقاس لسام صافي ندوز لكم نكمل لكم ميزون دوموند باش هكا تشوفوا كل شيء شوفوا اونسومبل ناري انا راه مرونه هنا عندي بزاف تخربيقات الوغ كيف قلت لكم ميزون دوموند سي خديت منهم هاد المخدات خاويين غير الغلاف البنات التعميره ديالي عمرتهم انايا وهادو حطيتهم بالتيكي باش نعقل المهم هادو كان فيهم 50% فنا 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 فيها هذا بحال مخدومين بالخيط عرفتو بحال الخشب بحال الخيط وزوين ما عرفاش كي داير هذا التوب ولكن التوب ديال الطابيات عرفتوهم زوينين وهكا بغيت ندير منهم واحد التناسق بغيت نحط وحده هكا مع وحده هكا وهادي تجيهم بحال هكا ما عرفتش المهم غادي هذاك الساعه غادي يبان لكم حسن كيف غايجيو المهم فيهم كلهم فيهم نفس الالوان مي دي سان ديفيرون المهم هادي شحال كانت دايره هاد الوساده هادي كانت دايره 16 اورو غاليه على هادي على هادي ولكن تقامت رخيصه عليها باسكو علاش حيت كان فيها 50% البنات وكنتمنى يكونوا باقي فيهم نفس الثمن كنظن حيت يلاه البارح قبل الصولد كانوا بنفس الثمن الوغ 16 اورو غيتقاموا غير ب 8 اورو نيزيتي با بروفيتي باسكو ميزون دوموند سي غار فيك كتلقاي الهميزات او موان شير بحال هكا يعني بروفيت فوالا خديت منها جوج بيان سور دابا بالنسبه ليكوسا ما غاديش نكثر بزاف هادو صافي وحتى ملي ناخذ ان شاء الله الكنابي ديالي في البيج غادي ناخذ واحد البيج شويه فونسي اون فا دير ابوبخي بحال هاد اللون هذا اولا شويه قل عليه وغايجيو معاه هما هادوك هاد اللوينات صافي الغزولات ديالي المهم هادشي و من ميزون دوموند ايغالمون ديك المخده اخرى و واحد البليد واحد البليد ديال البنات تهبلوا عليه هاد البليد هذا وركزت على الشوشيات هادو باسكو دخلتهم في اي حاجه في هاد المخدات هاد الشوشيات كيعطيو منظر زوين ولكن ما غاديش يبانوا لكم دابا بزاف بزاف الكنابي ديالي كحل على داكشي كنقلبهم بحال هكا على التوب ديالهم باش يبانوا النهار اللي غادي ندير الكنابي ديالي البيج عاد يبان لي مزيان البليد شوفوا معايا هاد لابوتي لابوتي ديال البليد كيسطي كيسطي يا البنات وراه كبير تبارك الله كبير وعنده الشوشيات دايرين به بحال هكا من هنا ومن الجهه التحتانيه فريمون فنيون هاد البليد توب ديالو غزال جا في الكنابي فنيون واخا ما بغيتش نكاردي حتى نوري لكم الاول باش سمي ينتفليش التيكيات ما كنعقلش على الاثمنه ما علينا البنات هذا الثمن ديالو الاصلي كان ب 45 اورو وتقاملنا بنص الثمن الو خديتو بشحال 45 قولوا هكاك 22 اورو هكاك واقيلا 22 اورو في بريسك 20 اورو ولا 22
فوالا تما وصافي البنات. المهم كانوا دي بليد اللي مزيونين بزاف وباقيين كاينين فيهم 50% فريمون غزالين. وانا جي بروفيتي في داكشي اللي كان فيه 50%. النهار الاول ملي مشينا انا وصاحبتي ما خديت والو فيه 30%. حتى جيت للدار شفت شني صايبت هذيك الطبقات الفوق هذيك الطبق ولا كي سميتو الفوق في الحيط وصايبت الكنابي بهذا البليد وهذا وشفت عيني ميزاني واش ناقصه شي حاجه. لقيت بلي لا ناقص شي جوج مخدات. مشيت داك الساعه ما جبرت واحد جبرت هادو نيت بحالهم مي ما بغيتش ندير باغاي. قلت خاصني شي واحد يكون مدخل فيه نفس اللوينات مي الفورما ديالو مختلفه وانا نجبر هذاك. لقيت فيه 30%. قلت ماشي مشكل ناخذ ديك الجويجه ديالي صافي. صافي البنات اخر حاجه خديتها من ميزون دوموند اللي هي فنة بزاف. بيان سور كان سام خدا سيدي جوي من تما مي خداهم تلفهم في بيته دابا ديك لي جوي اللي كيكونوا عندهم حدا لاكاس سون فو. المهم هو هاد البانيه هادي اللي غادي تكون ديما محطوطه هنايا ان شاء الله في الصاله ويكون فيها بليد. هذا نفرشو من بعد نزيد ان شاء الله واحد البليد اخر من ميزون دوموند مي ما عرفتش ناخذ واقيله في الماغون ولا هذاك حتى ناخذ الكنابي عاد غادي نعرف شنو ناخذ. سينو بو لانستو غادي نوتيليزيها هنايا خاويه منين بغي نجمع الجوي ديال سان فيت فين نديرهم فيه. سينو نقول له يغونجيهم هو هنايا ويحطهم هنا وكل من يبغي يجي يلعب يلعب بهم ويردهم هنايا الا بغى سينو ما يبقاش يلعب هنا. صافي المهم غزي ولا فني ولا فني ولا فني. نتمنى تجبروهم باسكو كانوا تما ثلاثه الى عمروهم فيها 50%. تصوروا معايا البنات وديجا الثمن ديالها لاباج جو تروف با تري تري شير كنلقاها بحال الثمن اللي كاينين في بوت وفي اي بلاصه زعما. واو مانيفيك. وري لهم وري لهم كي داير هادشي. انا مصحاب لي شي قط الله صحاب لي طير. اوه يلا صافي يلا با يلا با ماما با ها زوينه ديك الطياره ديالنا. اون توكا فوالا هادي غادي نكارديها دابا هنايا فنة. كيف قلت لكم 25 اورو تقامت لي بنص الثمن يعني فريمون بروفيتي الا جبرتوها. وسينو كاينين وحدين اخرين يعني كاين بامال كاين بامال ديال لي باني تما وشوفوا نتوما شنو اللي عاجبكم. صافي راه كاين تما راه ما دير. وبالنسبه حتى الا ما عجبتكم شي حاجه راه كيغومبورسيو لكم الفلوس وكيغومبورسيو لكم سواء كيبدلوا لكم لارتيكل سواء كيتغومبورسيو من الفلوس. يعني ما تخافيش تشري شي حاجه ما تجيكش ولا يعني دي جاتك يا هذاك ما جاتكش تمشي تبدلي ولا تغومبورسي بالتنظيم. مشينا لاديداس البنات ولا نوري لكم. المهم اديداس عندي فيه بزاف خدينا منه بزاف بزاف بزاف. الو كاين ان غرو ساك اخر لا نوريكم هذا ديال تومي باسكو قديت مشويه هادو شريتهم جوست قبل لي فونت بريفي وقبل الصوت. المهم لبسناهم بيان سور. كاين هاد الشورت هذا ديال سام هادو خديتهم من تومي الفيغار البنات. المهم مشى السامبل بحال هكا زويون عنده هنايا ديك اللوغو ديال تومي الفيغار مزيونين هادو البنات. والله التيكي ديالو ما بقاش عندي ما عرفت شحال كان مي ما كانش غالي بزاف زعما الشورت ديال الدراري. المهم من هاد لاماك هادي تومي مزيونين الكاليتي ديالهم زوينه وكلشي. سينو كاين عندي هنايا هاد التيشيرت اللي عجبتكم بزاف هادي حتى هي من تومي الفيغا حيت سولوني بزاف د البنات بغيت غير نجاوبكم. انا هاد لي تيشيرت هادو سوا كنجيبهم معايا من امريكا البنات اولا سوا كنكومونديهم من لوسيت ديال تومي الفيغا ديريكتومون اولا دي فوا كيكونوا هميزات فونت بريفي ولا شوروم بريفي كيكونوا دي مارك بحال تومي الفيغا ولا حاجه كيديروا لهم اثمنه مناسبه اولا تو سامبلومون امازون ديك التخربيقات كاملين. المهم ديروا غير تيشيرت سامبل بازيك تومي الفيغا تجبروهم. انا صراحه هادو كنديرهم للدار البنات سي غاغ غاغ فويق تجبروني خارجه بها للزنقه هكا البلو بار دو طون كنديرهم غير في الدار كيجوني بازيك مع شي حاجه هايده للتصوير وشي حاجه هكا. سينو ما انا جو سوي با لو جور دائما نخرج بشي تيشيرت سامبل مع سروال الجين صراحه ماشي ستيل ديالي مي كيعجبني بيان سور حيت ستيل زويون. انا كيعجبوني هاد لي تيشيرت هادو مع هاد التيشيرت يعني عملت عليها بليزر هكا اللي كيعطي لها واحد ستيل فشي شكل مع الجين وسبرديله في البيض كتجي فنه ولكن بوحديتها هكا ما عرفت كيجوني بحال ديال الدار ما عرفتش. وانتوما عجبات لكم بزاف وانا سورتو هاد اللون ما كيجيش معايا انا كنلقاه ما كيجيش معايا مي نتوما قلتوا لي جا معاك بزاف الوغ جو سي با انا كنلقاه بعدا الا ما كنتش ماكييه ولا ما كنتش مصايبه وجهي ولا حاجه كنلقاه ما كيجيش معايا. الولاد ديالي هادو كيكونوا عندي بازيك المهم كتاخذهم من تومي ما كيكونوش غاليين بزاف مومون فيغو هكاك ديك 30 اورو ولا ما كاملاش على حساب واش تلقاوهم اون برومو ولا لا ولا ما كانوش اون برومو ديك 30 35 سي بون هذاك هو الثمن ديالهم. المهم عندي البيض عندي كحل عندي هذا عندي جوج بيض حيت واحد بحال اللي ضاع له اللون شويه سينو هادو كناخذهم معايا يعني اشاك فوا بازيك حاجه نتاع في ساعه ديري وتخرجي يعني ماشي شي حاجه واو.
فوالا غزولات ديالي. المهم انتم هادشي اللي كاين فوالا نسطو حتى من بعد ونشارك معكم اللي كاين. نبقى لكم في داكشي الدراري الصغار وقيله ما كاينش بزاف هكا باش نسالي من كارفور. نيت نبقى لكم في كارفور حيت كنت خديت شي تعيبات من تما. خديت دو بيجاما لسام جبرتهم تما وما عرفتش يجيو لو كبار ولا صغار ولا ما عرفتش. اون توكا كاين لاطاي فيهم مي ما كنعرفش لاطاي ديالهم كي دايرين ديال لا مارك كارفور. هاد الخطره كارفور ما داروا والو مي فريمون جيتي شوكي شويه باسكو نورمالمون كارفور ما وقع لهمش الازمه باش يتازموا وما يديروا الصولد. هما بالعكس خدموا مزيان في داكشي ديال الكونفينمون. كانوا الناس كلهم يمشيو غير لكارفور اوشون يعني باش يحيدوا القنط ديالهم ويشرو المشتريات ديالهم. كنا نديروا ستوكات وداكشي الوغ خدموا مزيان كاع فوق المزيان. هاي فهمتوا الوغ ما فهمتش علاش ما داروش. نورمالمون انا كناخذ لهم تما لي بيجاما ديال ديزني دائما كيديروا لهم ناقص 50%. مي هاد الخطره داروا غير لا مارك ديالهم. الوغ جي بروفيتي ناخذ له هنايا واحد البيجاما ديال فيها هكا الفوتبول وديكشي بحال هيدا دايره دازت ناقص 50% وهي دايره 10 اورو تقام يعني ب 50% لا الكحل 70% هاد التيكيته الكحله ب 70% يعني دازت رخيصه بزاف. 10 اورو غادي تدوز بناقص 70% غادي تدوز هكاك فيغ 3 اورو وكلك وقيله. وخديت وحده اخرى هادي كبيره وهادي كبيره غادي نردها هادي حتى نشوف واش لقالو تما شي طايه اخرى. المهم هادي 10 سنين قلت لكم 10 سنين فيها 7 سنين كبيره كبيره ما رديتلهاش البال. هادي اللي فيها 6 سنين سينو. المهم نشوف على حسب الحجم ديالها الا كانت لاطي ديالها عاديه سي با غاف. انا اصلا غادي نغارديهم لو شتوي ان شاء الله حيت عندهم لي مونش لونغ. و فوالا خديت هذا اللوين هذا كيبان هنايا الموديل ديالو زوينين صافي. هاد الجويجات اللي خديت له من كارفور حتى هي مع هادي. و كارفور نيت خديت منه داروا دي ليفغ اولا قصص كبارين بحال هكا وما فيهمش بزاف ديال الوريقات ولكن المهم كبارين ديجا. داروا لهم 1 اورو سيتي ان بون بلان 1 اورو. خديت له جوج قلت له يشوازي جوج جوج هكا كنقراوهم لو دي فوا صافي. لونتو ما قريتلوش دايو شي حاجه سينو. خدا واحد الجوي اخرى اللي كانت كدير 14 لا 13 اورو 55 خديناها له ب 6 اورو 78. هذا بحال الفرفاره كدير لي بول هاد لي بول هادو اللي كيبغيو يطرطقوهم نخبعها باش ما يشوفهاش حيت غادي يطلبها لي دابا خاصني نخبعها له حتى لشي خرجه عاد نديرها صافي. المهم ديجا خديت والله نسيت بلي خديت انا هادشي من كارفور نيت. كانت واحد لا مارك فيليبس هاد البروس هادو هادي الكتريك عجبتني بزاف لا مارك فيليبس كان دايره 30 اورو ودازت لي بنف اورو البنات. وخديت لا لي لي شونج ديالها الريوس ديالها اللي كيديروا نورمالمون 15 اورو وغيدوزو ب 5 اورو دازو ب 5 اورو من لا مارك فيليبس غادي تكون زوينه. سينو كانت ما ديك اورال بي كانت كدير 18 اورو اوليو ديال 60 اورو مع الدونتيفريز ديالها يعني زوينه. انا خديت هي هادي صافي. وخديت اخر هادي والله ما عرفت واش داشتهم بخومو ولا لا دايره 7 اورو كاتبين فيها 70 اورو البنات حيت فيها 90% ديال الكوتو مكتوب فيها 70 اورو وغادي تدوز ب 7 اورو. وما عرفتش البنات واش بصح الثمن ديالها زعما ساكوت 70 اورو سينو لو كان خديت جوج والله ما عرفت. المهم هذه ديك السيرفيات اللي كتمشي مدوره هذه البحر والبيسين شي حاجه بحال هكا كتكون مدوره تجلسي عليها ايتو سي بيان. المهم راهم تما في كارفور فلا سينو كارفور لي ماير ما فيه حتى لعبه. راه هادشي كله خديته من كارفور الاخر سوف لا كويت وديك دو بيجاما هما اللي خديت دو بيجاما جو كرو ميم لي استوار كلشي هادشي الاخر خديته من فلا سينو. هي هاد الثلاثه اللي خديت من ليماي وحتى هذا من فلا الوغ كلشي هادشي من فلا. فوالا هادو من كارفور البنات هادشي اللي لقينا في كارفور ندير لهم هكا فوالا غزي ولاد ديالي. من بعد مشيت لسيرجو ماجور مي مراد ما خلانيش حيت كان هو غادي يدوز من الجهه هكاك وانا قلت له نشوف شحال دايرين البرومو وانا ندخل نجبر ديك كاع ديك التيشورتات اللي خديت له غاليين ديك النهار 16 17 اورو الوحده 18 وهذا داروا لهم 5 اورو البنات سيدي نوفيل كوليكسيون هذاك الشيء اللي كيلبس سام ديك النهار ديك التيشورتات كلهم نوفيل كوليكسيون البنات وما جابوش كوليكسيون اخرى وداروا لهم 5 اورو سواء اللي عندهم لي مونش لونغ وسواء اللي عندهم لي مونش كورت. الوغ شنو زدت له واحد لي مونش لونغ كيف كتشوفوه مكتوب فيه كلوب جو سي با كوا خديتو له هكا فيه لا طاي سيزون ما عرفتش تجيه لا غونطري ولا لا اولا بحال اليوم يعني بارد الحال بنادم يديرو له.
فيه اللوينات مبردين غايجيو له مع سواء مع هذا الشورت تومي سواء مع هذاك اللي كنت خديت له دلاكوست. نسيت ما بارطاجيتش معكم حتى انا خديت دي بولو لاكوست وكل شيء. المهم حتى نجيب هذوك التومي ونشارك معكم هذوك دلاكوست نسيتهم. فوالا المهم خديتهم ماشي فونت بريفي غير نشاركهم معكم دي ساجات جداد. صافي هذا ما كان الحبيبات ديالي. هاد التيشيرت نورمالمون الثمن ديالها كدير 14 اورو ودازت 5 اورو لي مونش ديالها. يعني صافو لكل البنات اللي كيقولوا لي سيرجو ماجو غاليه يعني سيروا خذوهم باسكو داروا تيشيرتات فريمون زوينين هي ب 5 اورو. سينو كاين كاين هنايا هاد الموديل هذا ما خديتولوش ديك النهار. خديت له التقشرات ديالو خديت له تيشيرت من هاد لاغام هادي في الزرق ولكن الا هادي ما خديتهاش ما كانتش عندهم غزي ولا غادي تجي زوينه مع داك الشورت اللي عنده في الزرق هكا. وحتى هذه خديت له نفس الطايا 6 سنين باسكو باش يلبس فيها اكثر 14 اورو خديتها ب 5 اورو يعني مزيونه. فوالا تيشورت سامبل. سينو خديت له الكاسكيت حيت انا خديت له مايو دابا ديك النهار ما عرفت تجي ولا تجي كبيره. ان كاسكيت بور لا بلاج بور بيسين وهذا كتغطي له العنق ديالو من هنا باش من الضربه ديال الشمس وكتغطي له من الوجه ديالو وهي ديال 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 المايو يعني كتدخل بها البحر. وفي هذيك الديناصور بحال المايو اللي كنت خديت له ما عرفتش شاركته معكم ولا لا كنت خديت له المايو من سيرجو ماجورنيت. هذه زوينه ولكن البروموسيون فيها غير 20% والثمن ديالها كدير 14 اورو. نقول لكم دازت بشي ما عرفتش 20% تكون دازت بشي 12 اورو شي حاجه هكاك. صافي هذا ما كان البنات هادشي اللي خديت له الانسان من سيرجو ماجور هادشي اللي خديت له. سينو ندوزو دابا البوما. دخلنا البوما اليوم من ماركا بونو هما راه اوت لات ديجا كينقصو في الثمن واليوم جبرنا عندهم واحد التخفيض مزيون. خديت منهم واحد سويت بحال هكا ديال بوما زوين البنات هو روجو ديال الرجال مي انا كيعجبوني البنات نكذب عليكم زويون. وحتى زعما الا ما عجبنيش ولا هذا انا كناخذ لاطي شويه كبيره وكاين كاين خويا كاين الو فوالا كيف كتشوفوا هكا كحل سامبل وعنده هنايا بوما مكتوبه هنا وعنده هنايا في ظهره هكا مور عنقه. فوالا زوين هذا لو سويت حتى التوب ديالو حمقني الصراحه زوين زوين بزاف. اللي خلاني ناخذو سورتو الثمن ديالو باسكو كان داير هو خديته في الام حيت الرجال اللي عندهم يعني كيكون عندهم الحوايج كبار ديجا سورتو اديداس نايك ديكشي كيكون عندهم حويجات كبار ديجا. المهم هذا كان داير 65 اورو وكانوا دا كيديروا له 30 اورو ودابا هبطوه ل 22 اورو فاصله 50 سنتيم. الو خديته فريمون رخيص من 65 اورو حتى ل 22 اورو راه مزيانه. صافي هذا اللي خديت من تما. سينو كاين نايك وداك الساعه نوريكم اديداس حيت فيه بزاف اوكي حويجات اخرين من غير هادشي ديال نايك اديداس وديكشي. المهم في النايك نكاردي التيكي وكاو في النايك البنات ما لقيناش ديال صراحه قال كانوا السبرديلات ناقص 20% تصوروا جامي نايك عملوا ناقص 20% كيديروا ديما في السولد ناقص 50%. وانا ومراد ديك النهار مشينا فويق مني مشينا ناخذوا له السبرديله لسام ديال جيوكس ما كانش السولد ما كان لا فونت بريفي لا والو كان الكونفينمون جو كرو ولقيناهم دايرين 50% يا البنات في السبرديله وخدينا انا ومراد. انا خديت ديك البيضه ديالي اللي كنت دايره اليوم وهو خدا جوج سبرديلات الوغ اون ديجا بروفيتي. انا البيضه ديالي كانت كدير 180 اورو وخديتها ب 65 اولا 62 وهو كذلك اولا 68 هو كذلك. واليوم اللي هو السولد يا في غيان. المهم اللي لقيت في جهه السولد اللي هو موان 20% هاد السبردينه هادي ديال نايك مي مالوغوزمون ما جبرتلوش لا طاي ديالو. هادي فيها كبيره كبيره عليه بطايه ونص الوغ باقي كبيره عليه ما عرفت يقدر يديرها لي العام الجاي ولا لا في لا غونتري سكولير ما عرفتوش يقدر يلبسها ولا لا اولا تبقى له حتى العام اللي موراه ان شاء الله الا حيينا. المهم كاينه هادي حمقتني وما كرهتهاش. لو كان كانت لا طاي ديالو يديرها دابا مع الحوايج مع لي شورت وداكشي كيجيو فني. كانت تما وحده الرقم ديالها 27 وكانت هادي الوغ جو سي با البنات واش واش تلقاو شي حاجه باسكو الا ولا خرجوا شي حاجه. انا سولت هذيك قالت لي اللي عندنا راه هنا يعني ما كاينش عندهم شي حاجه في ستوك. فوالا البنات زوينه بزاف صراحه صراحه تقال زوينه بزاف. هذه الثمن ديالها على باز كانت دير ما مبينينش الثمن ديالها في لابوتيك ولكن مبينين بلي كانوا كيديروا لها واش 38 ولا 30 اورو وداروا لها 21 اورو. هاهي مكتوبه هنا 21 اورو باش خديتها يعني 20% وصافي 121 اورو راه ديجا مزيانه.
سوف ما كانش لو شوا ما كانش لو شوا لا في لي تايل هذا دابيتود كيكون رخيص كثر صافي و من نايك عاوتاني ماشي من جهه السولد ولكن من جهه اخرى جبرت عندهم السولد احسن يعني من جهه النايك ماشي فين كيحطوا السولد معروفه البنات اللي راهم في ماركا فينو غيفهموني شنو كنقول يعني في الجهه فين كاينين لي باسكيت نورمال للدراري لقيت واحد لا باسكيت اللي كانت كدير 85 اورو البنات و نورمال مو دابا كانت كدير 60 اورو ها هي الثمن ديالها كدير 85 اورو وفي المغازه هذه اوتليت حيت اوتليت كيديروا لها 65 اورو ولقيتها بناقص 50% يعني هذه الوحيده اللي عجبتني تما وجو كرو الوحيده اللي كان فيها هذيك السولد ها هي سميتها بريستو بريستو هاد دايرين بحال ديك لو اغاش ولا ما عرفت ولكن هذه سميتها بريستو المهم نوريها لكم كي دايره فوالا سامبل زوينه كحله هذه لاطاي ديالو دايور كبيره شويه عليه مي هي هذيك هذه يعني كيدخل رجلو صاب بحال القشره غيدوزها عليا مع هاد الخيوط جو سي با اون توكا راه ما لقيتش شي حاجه احسن فوالا هيدا دايره وغي بروفيتي بها وخفيفه وزوينه عجباتو وجات معاه في رجليه جات زوينه صافي هادي تقامت لنا بناقص ب 30 اورو يعني من 85 اورو حتى 30 اورو راه مزيانه ماشي بحال هادي 30 اورو 21 المهم هادي عجبتني بزاف هادشي اللي خديت له من نايك كنظن هادشي اللي خدينا له من نايك وهادشي اللي كاين من نايك هي جوج سبرديلات ودابا اراكم نوريكم اديداس خدينا منه بزاف د الحاجات فنين ومن بعد داك الساعه غادي يبقاو لي لي غوب اللي خديت وكاع داكشي الحويجات اللي كنتو كتسولوني حنان زوينه هادي منين غادي نوريكم منين اليوم اديداس خدينا منه بامال دو تروك البنات انا نوريكم خدينا هاد لي مايو هادو هاد المايو هذا اللي معروفين ديال انا ما كنعرفهمش المهم معروفين ديال ديك تشيلي نسيت كي سميتهم تشيلسي ولا ما عرفت المهم مراد هو اللي كيقول لهم هكاك المهم هاد لي مايو هادو كتلبسيهم مع اي حاجه شورت حاجه ديال الدراري بيان سور وخديت كاين لي لخويا كاين لي المراد فهمتوا يعني كتاخدي هكا وصافي المهم هذا الثمن ديالو الثمن ديالو في المغازا حاليا اولا كنقولوا داير 129 اورو فاصلة 95 يعني 130 اورو هذا بوحديته 130 اورو في المغازا ديال الاوتليت اللي عندنا هنايا كيديروا له شحال كيديروا له محيدين شحال كيديروا له كان فيه 50% كانوا كيديروا له 34 اورو فاصلة 95 ودابا ولا ب 17 اورو و 47 يعني داروا له 50% ان دوزيام فوا الوغ خدينا حنايا ب 17 اورو و 47 بحال هاد الهميزات زوينين بزاف البنات الوغ نيزيتي با بروفيتي الدراري سورتو هما اللي كيعرفوا القيمه هادو حنا البنات زعما سي طانتي شورت وصافي سينو الثمن ديالو نورمالمون على باز 129 اورو راه يعني شي حاجه واو سينو كاين لون اخر نفسه مي لون مختلف ديال اديداس بحال هكا حتى هو نفس الثمن كان ونفس الثمن باش خديناه 17 اورو و 47 اوليو ديال 129 اورو سينو كاينو هادو فنين البنات قيسو جربو مراد ديال اديداس انا نوريه لكم السدود حسن فيه واحد ديال مراد واحد ديال خويا الوغ فوالا ديال اديداس بحال هكا فنيونين البنات كيحمق كيحمق هذا زوين البنات تيم فيست ديال جوغين كنقولو فيه اللوان وفيه نفس لاكام ديال هادوك التيشورتات وهذا الجوغينغ هذا اولا هذا او هذا كاين داير الثمن ديالو 79 اورو فاصلة 95 و خديناه ب 20 اورو البنات فريمون رخيص يعني فريمون الثمن ديالو رخيص بزاف بابور الثمن ديالو مع انه هذا بالسلسله وباليدين وكلشي واخا هكاك رخيص على لي تيشورت ما عرفتش علاش مي اون توكا راه غزال بزاف هذا تلقاي له غير شي شورت ولا شي سروال راه ديري منه الجوغينغ فوالا البنات هادو خديناهم من اديداس كانوا تما الهميزات بزاف اديداس وخدينا عاوتاني بامال دو تروك اديداس خلصنا تما اكثر من 150 اورو يعني خدينا بامال دو تروك من اديداس اللي غادي نوريهم لكم دابا ناري البنات كانوا تما واحد الحاجات اللي غادي تصدموا غادي تحمقوا عليهم سورتو البنات اللي عندهم الوليدات سواء الكبار سواء صغار سورتو الا كانوا رجالاتكم يشوفوا دابا هاد اللعيبه هادي يقول لك واو فين جبراتو بديك الثمن اون توكا كاين هنايا المايو ماشي مايو داك باش كيلعبوه ولا اللي كيتمشاو بهم حنا كنقولوا له فريفيه كي باخي ما عرفتش كي كيقولوا له بالفرنسي هنايا ما عرفتش كي سميتو هادشي المهم كنقولوا لونسومبل شورت والتي شورت بحال هادو اللي وريت لكم كانوا غاليين شورت مع التي شورت ديالو والتقاشر عاليين ها هما كي دايرين
لا طاي كتكون هنايا هادو كبارين شويه على سام ولكن غادي نخليهم له حتى يكبر ان شاء الله باسكو الثمن ديالهم سي رخيص يعني بحالي كيتلاح ما عرفتش ما كاينش سي اكزيست با هاد الثمن فشي بلاصه يعني تصوري معايا تي شورت شورت وتقاشر طوال كانوا دايرين 99 اورو فاصلة 95 يعني 100 اورو ودازو ب 17 اورو و 47 17 اورو البنات ما تاكلي بها حتى فشي غيستو الوغ يعني فريمون زوين سوا تعطي كادو سوا تخليه حتى لولدك هيدا ملي يكون كيدير الكره في المدرسه حاجه يعني فريمون فنيون بزاف الوغ خديت هاد الطايه باسكو لي طاي كانوا سلاوهم فريمون سي نورمال سافو لوكو الوغ ماشي اجي وتلقاي هاد البياسه هادي مي فريمون زوينين بزاف الوغ مراد قال لي خدي له منه جوج انا ما كنفهمش في هادشي مي شرح لي واصلا الثمن ديالو باين شنو هذا وراه كاينين باقي كاينين ديال لا طاي 12 عام 11 عام 12 عام 13 عام و 10 سنين 11 عام ولا 11 عام 12 عام المهم راه كاينين تما باقي في اديداس ديال ماركا فينو فاميلي فيلاج فوالا وخدينا لون اخر حتى هو هكا بحال الكحل خضيضر ما عرفتش واحد الكحل فشي شكل ما هو كحل ما هو خضر نفسه وحتى هو كان بنفس الثمن وداز ب 17 اورو و 47 ناري رجليا جمدوا عليا خديت لسان سبرديلة اخرى حيت كيف قلت لكم ديك البيضه كبيره عليه شويه غنخليها له ابخي وقلت ملي مشيت لاديتاس جبرت له واحد الموديل اللي حمقني بوتيتر ما يصلحلوش المدرسه حيت في المدرسه كيعكزو يلبسوا لهم سبرديلة كيقول لك ما تفتهناش بالخيوط الوغ ان شاء الله الا جات له هاد البيضه راه غادي نبقى نصيفطو بهادي سينو هادوك اللي شريت له يلا كيف نتاع جيوكس حتى هما فيهم ديك هيداك السدادات هكا وهادو يبقى يديرهم منين نخرجوا اونصومبل وديكشي كتصطي هاد السبرديله ديجا اديداس البروموسيون ديالها كان واو بالمقارنه مع النايك ما كان والو هادي كانت دايره عندهم في اديداس يعني في المغازل اللي بحال فوت لو كور وديكشي غاليين كتار مي هنايا هاد لي ماكازا اوتليت ديجا لا باز رخاص الوغ كدير 60 اورو وتقامت لي ب 25 اورو البنات يعني فريمون زوينه بزاف شوفوا كي دايره معايا شتو كي دايره في الكحل غادي تقولوا لي خديتي لون نايك في الكحل مي الفورمات ديفيرو البنات هادي طالعه شويه دايره بحال جوردان فريمون زوينه 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 يتهنى فيها ان شاء الله بصحته وراحته فوالا زوينه الوغ خديناها له وعندو هنايا هادي اديداس هنايا الله فنيونه فريمون زوينه باقي ما قيستهالوش هادي مي غادي تجي له الطايه ديالو صافا البنات المهم هادي اللي خديت له لسام يعني خدينا له ثلاثه سبرديلات لسام اليوم و خديت له واحد سبرديله لخويا ما عرفتش تعجب له ولا لا باسكو كنت كنصوني التليفون طافي الوغ خديت له واحد السبرديله انا عجبتني دايوغ دازت رخيصه بزاف بزاف فوالا المهم كي دايره ما عرفتش واش تعجب لكم ولا لا انا عجبتني كنظن غادي تعجبو كيعجبو الذوق ديالي المهم بحال هكا دايره ديال اديداس حتى هي زوينه 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 مشات بحال هكا تما بزاف منها كنتمنى تمني تبغيو تمشي وتلقاوهم باقي كاينين فوالا المهم زوينه وهذه البنات الثمن ديالها الثمن ديالها كان ب هاتو كانت كومبيا كانت كدير 75 اورو ورجعت ب 24 اورو و 47 و 97 يعني 25 اورو حتى هي باش دازت دازت رخيصه بزاف البنات لواحد الباسكيت ديال الرجال بهذا الثمن راه رخيصه بزاف هادشي فاش كيعجبني انا ماركا فينو في السولد مي هاد الخطره صدمني نايك مي فريمون صدمني المهم ما نكثرش عليكم بزاف في اديداس نسيتها في اديداس هاد لو سويت هذا جبرته كان الوحيد 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 اللي كاين يعني فريمون جبرتو عجبني بزاف مي البنات راه ما خديتوش ماشي سولدي ماشي سولدي ما فيهش البروموسيون ولا حاجه خديتوه بالثمن ديال الاوتليت وصافي المهم زوين عجبني بزاف في الاحمر ديال الشتوى عنده الكابوش بحال هكا فني ونغزول شفتو كي داير عنده هاد اللعيبه بحال الاورانجي شويه هادي الاورانج ديالها بحال فلاشي شويه هادي اللي في الوسط مع دابا خرج الاورانج بزاف المهم مكتوبه فيها هنا اديداس هادي بالثمن ديالها النيشان كدير 70 اورو وانا خديتها ب 45 اورو البنات فوالا ها هي التيكيه هذا هما الثمن ديالها حيت كدوز بالثمن ديال الاوتليت ما فيهاش تخفيض هي دازت بالثمن ديال الاوتليت المهم زوينه بزاف بزاف هادي عجبتني هاد القطعه كنت عليه نساها شنو كاين اخر صافي نكحز هادشي عندي غنسبق لكم بعد المكازا هادي
المهم عقلتو دخلتكم للمغازا ديال فمونبو باش لي دخلت لكم لهاد فيبس ولا ما نعرف كي كتقرا واحد المغازا بحال هكا كاينه في مونبو بوشلي. هاد المغازا كتكون هي مغازا مي ما عندهاش الماركه ديالها كنظن، كاين الماركات بزاف اللي فيها كاشكاش، فيها بونوبو، فيها ماركات اخرين اللي ما كنعرفهمش. ودوس كنت كنشوف في لي غايو هذا وانا جبرت ما جوج كسيوات في كاشكاش حمقوني يا البنات، كيجيو في اللبسه يهبلوا. كنت بغيت اليوم نلبس لكم هادشي مي عكست، والله الا عكست وعييت، وعلى داكشي كنت حيت البلاطخ ما قدرتش نلبس هذا ديجا، ولكن او ميم تو كنت باغا نلبس لكم هادشي حيت ما يصلحليش نلبسهم بالبلاطخ من غير هادوك اللي يديهم هكا وصافي. المهم كنت خديت ديك النهار مني مشيت كنت خديت هاد الكسوه مع وحده في البيض، البيضه ما هذيك اللي كنت فزكت بالاخر بديك العصير ابخي نقيتها بديتها شون هذا وحيدت لها داكشي ولبستها ما جاتش هي هذيك ورجعتها وخديت في بلاصتها هادي واحد الكسيوه اللي مزيونه كتجي سوبر سوبر كيوت مينيون كتجي كيوت في اللبسه. المهم مشات حد الركبه ومن هنا مشات هكا، وكيف غادي تعرفوا لهاد الفرافر هادو اللي في الجناب خرجوا بزاف تريز على مود، وسورتو هاد اللون هذا الكاميل كنت كنقلب عليه انا، هاد الكاميل هذا ولا الكامي ولا كي كيسميوه بحال الاجوري حنا كنقولوا له، وفيه البلو مارين والبيج وفيه شي خيوط رقاقين في الدوغي دايزين فنين الالوان ديالها فريمون كتجي في اللبسه تهبل. المهم من لا مارك كاشكاش راه تلقاوها في هاد المغازا هادي، مي في المغازا كاشكاش ما عرفتش باقي كاينين هادو، راه باقي كاينين في نفس التخفيض فيها في هادي فيها 20% وصافي راه ما فيهاش تخفيض، اللي بغاتها راه كاينه تما. دي فوا كتمشي ديري لو فونت بريفي ولا حاجه وكتلقاي ماشي ديما كتلقاي داكشي اللي في 50% يعجبك اولا داكشي اللي كثر يعجبك، سي بور سا كتمشي تاخدي بياسه اللي غادي تعجبك انت، اللهم تخلصي فيها شويه الناقص حسن ما تاخديها بثمنها كله صافي. المهم البنات هاد الكسوه كدير 36 اورو وخلصتها ناقصه 20% يعني نقولوا خلصتها هكاك 34 اورو 34 اورو هيداك في هادي ما عرفتش ما كنعرفش ندير ديك الحسابات ولكن 34 ولا كاع نقولوا 32 اورو في هاد الكسوه هادي. مي زوينه زوينه في اللبسه ديالها الي مينيون ترو 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 مينيون، مي ديك النهار مني مشيت انا خليت تما لا طاي 42 في هاد الكسوه هادي. ننصحكم الا كنتو بغيتو تاخدو هادي خدو هادي سي باغي، هادي عاد زويونه الاناقه ديالها فنه فنه. المهم هاد الكسوه اخرى عاوتاني من كاشكاش اللي تهبل كتجي في اللبسه تحمق 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 ورطبه رطبه بحال الحرير، اصلا حريريه عندها لي مونش لونغ، هاد لي مونش هادو شويه ترونسبارون مي ما كيبينوش اللحم زعما واخا تكون شي وحده دايره الفولار ما كيبينلكش اللحم، فريمون زوينه وتقطيعه ديالها كولفي ومن هنا التوب ديالها مختلف على هاد التوب اللي عندها في اليدين، هذا داير بحال ديك مسلم وهذا حرير ما عرفتش كيف نقول لكم، عندها صديفات من هنايا وعندها واحد الحزامه كتحزم اللور انا كنحزمها من القدام كتجيني حسن، ومشات حتى هي حد الركبه وحتى هي فيها بزاف د اللوينات ومكثر فيها مغلب فيها واحد الغوز بيبي وديك الكاميل وفيها خيوطه في الدوغي. المهم غزيوله هذه في اللبسه غادي تجي فنه، لبستها هي هكا كنوريها المراد فنه، هذه فيها 50% ديال التخفيض يعني الا جبرتوها خذوا هذه 50% ديال التخفيض. شحال كان الثمن ديالها؟ ما كانش فيها تيكي، صبر راه مشى لي التيكي ديالها راه الله فين مشى والله الا طاح وقيله ما عرفتش. المهم راه كانت فيغ ديك 35 اورو ولا تقمت عليها 20 اورو وقيله كانت 40 اورو، هذه كانت 40 اورو الله اعلم كنخاف غتكون شي 45 ما عرفتش. المهم راه كتقام لك 20 اورو هكاك اللي كتقام ما عرفتش فين التيكيتا ديالها بقى فيها غير السولد هذا والله ما عرفتش فين هي التيكيه ديالها، خديتها خديت لاطاي ال وفي هذه خديت لاطاي اكس ال، المهم كانت ال مي لو كان خديت ال وكان جاتني عاد حسن مي خديت اكس ال سي باغاف كيجيو شويه واسعه، هذه جاتني بارفيت خديت ال الغزولات ديالي. المهم سمحوا لي على التصوير راني لتحت حيت ما كملتش معكم الكاميرا ديالي سالات. المهم كيف كنت كنقول لكم فين خديت ديك الكسيوات كاشكاش، خديت منهم هاد اللعيبات هادو كانوا دايرين لهم 50% هما مقبطه ديال الشعر ولكن كيعطوك ديكور زوين. اليوم انا دايره واحد ما عرفتش واش يبان لكم، شوفوا كيجي بحال هكا، اي حاجه درتيها سواء عقدتي شعرك هكا اللون ديري غادي يعطيك واحد الحاجه زوينه يعني كيجيك زويون. المهم بغيت ناخذ فيه اللوان باقي خديت فيه غير هذا الموطارد هذا
وهذا وبقى بغى ناخذ واحد اللعيبه دايرين بحال لاستيك مي هما بحال عندهم الفولار زويونين لقيتهم حتى في شيء مزيونين من ايتام البنات درت بزاف المشتريات بزاف اكثر ما تصوروا سورتو في الملابس الداخليه بدلت كاع لي سوتيان غورج وديك التخربيقات كاملين ولي كيلوت وديك الشيء كلهم خليت غير هذوك ديال فيكتوريا سيكريت وخليت هذوك ديال ايتام الو خديت بزاف وما غاديش نوري لكم كلشي كلشي الملابس الداخليه ما غاديش نوريهم لكم شي لابسه دابا شي راه عندي اللي هن كل واحد شي راه في اللافاج كل واحد المهم نوريكم غير هذا الاخر اللي باقي ما درتش البخي ديالهم شحال كيدوز المهم هادو كيكونوا بحال هكا فنين ديكوراسيو ديالهم زوين وهذا خديت معاه الكيلو ديالو مي راه عندي في البيت سي نو سوتيام غورج كتشري غير بوحديتو سوتيام غورج هاد السوتيام هذا ولا هاد لي سوتيف هادو كيديروا 33 اورو 33 اورو البنات وكلهم لي سوتيام غورج داروا لهم 15 اورو ها نتوما كتشوفوا بعينيكم 15 اورو لي سوتيان غورج كما دايرين خديت شي وحدين كيديروا بعدا هادو اللي لابسه دابا كيديروا 40 اورو ودازو ب 15 اورو اما لي كيلوت ديالهم كيكونوا كيديروا صديب 17 اورو كتاخديهم 50% داروا لهم 50% كتاخديهم ناقص 50% كتخلصهم 7 اورو 50 الوغ سافو لكم انا عجبوني الاثمنه ديالهم حيت انا دائما كنشري من اي طال توت فاسون اولا فيكتوريا سيكريت الو كيتقام لي غالي كثر اللهم خديتهم دابا في بروموسيون جاوا زوينين صافي هذا لارتيكل خديت منهم بزاف خديت شحال د لي زونسومبل جو كرو 5 د لي زونسومبل اللي خديت اون توتاليتي ديال هادشي يعني ناسقتهم فهمتوا شي 5 الو لارتيكل الثاني اللي خديت من ايتام واللي عجب لكم بزاف 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 هو هاد الكومبي هذا كومبينيزون اللي لبستو في الخرجه ديالي مع صحاباتي ملي مشيت للمارشي اول مره وبزاف د الحاجات كنت درتو مع ديك الصندالات كاس هو كومبينيزون بالسروال هاد اللون زوين البنات الزرق وعندو هنايا هاد القفيلات هو الصراحه كيحمق كيحمق والتوب ديالو خفيف وزوين ومكيصهاتش المهم راه دابا غادي نديرو في الماكينه باسكو كانت وسخ لي ديك الساعه هو حاجه وحده ملي تلبسيه لبسي معاه شي كيلوت اللي غيكون مزير كيصيغي اولا سي شورت صغير هكا باش ما يبقاش راكم عارفين بعض المرات كيتجمع في شي بلاصه وكتبقى تجبدي باش تكوني مرتاحه حيت هو فريمون مريح 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 صافي المهم هذا كان داير المهم شحال باش تقام لي ليلي تقام لي 27 اورو حيت كان فيه 30% ما كانش فيه 50% كان فيه 30% كان داير واقيلا واش كدا 40 اورو ولا ما عرفت انا داز لي ب 27 ولا 28 اورو باش داز لي دابا راه تقدروا تلقاوه في 50% كاع سينو كاين حاجه اخرى هاد الكسوه هادي اللي غادي تعقلوها دابا باسكو يلا درتها لكم في لي فلوغ غادي نصبناها حتى هي راه كتكون مسدوده قميجه كنقولوا حنايا قميجه طويله اولا كسيوه طويله عندها جوج عندها فتحه هي قميجه طويله حتى الارض القفول ديالها كيمشي حتى لهنا يعني القفل ديالها كيمشي حتى لهنا كتبقى لواحد الحله هي صغيره مي انا كنحلها عند الركبه ديالي كتجي زويونه كتجي فنه كلها طويله وعندها لي مونش ديالها كيوصلوا بهنايا بحال هاد لافيست ديالي كيوصلوا حد هنا فريمون غزاله الكول ديالها ما كيبين لك والو كيوصل حد هنايا وعندها جوج فتيحات كبارين شويه من 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 الجناب غير عاديين المهم بحال هكا بالنسبه لوحده كدير الفولار يعني ديروا مع الكولا الكولون في بياض ولا تحل القميجه مزيان تحلها يعني حتى لهنا مثلا حتى فوق حدا الفخده مثلا ودير معها الجين وسبرديله هكا يجيو لها فنيونين ديك الجينات اللي كيكونوا قصار شويه يجيها زوين المهم هادي البنات فمن ايتام حتى هي بحال هذا من ايتام وهادي كنت قلبت عليها في ايتام اللي هنايا ما كانتش عندنا وصيت صاحبتي باش تجيبها لي من حداها حيت هي خداتها لراسها جابتها لي وفي الاخر ما بغاتش تخلص دارتها لي كادو المهم الثمن ديالها كان 40 اورو وتقامت بناقص 50% البنات هادي زوينه لا الفولار لا ليلي حتى انا صاحبتي كدير الفولار كتجيها كتحمق الوغ نيزيتي با تاخدوها الا جبرتوها هنايا ما كايناش عندهم الوغ على داكشي المهم ما علينا هادي دازت ب 20 اورو يعني دازت رخيصه بزاف وايتام معروفين كيغليو الكسيوات ديالهم كيديروا لهم 60 اورو وداكشي شنو كاين اخر كاين لي سوتيان غورج المهم لي سوتيان غورج ما علينا شنو بغيت نوري لكم بغيت نوري لكم هادو هاد السميطات هادو اللي كنديروهم السميطات اللي كيكونوا ترونسبارون الا ما كتلقاوش فين الا ما كتعرفوش فين تجبروهم سيروا عند ايتام راه كيكونوا عندهم سوا السميطات بحال هكا
اولا سوا مني لي سوتيف كيجيوكم مزيرين من الظهر وكيعجبك السوتيام كيجيك نيشان من هنا ولكن ما كيجيكش في الظهر كتاخدي لهم هذوك الزياده اللي كتزيدي لهم راه كاينين عندهم كيديروا لهم 4.50 سينو هذا كيدير 4.90 وما يكون الثمن هو هذاك فوالا فيهم جوج فوالا هادو من ايتال سينو خديت كسوة اخرى من ايتال اللي مزيونه باقي ما عمر درتها البنات هي هادي باقي ما درتهاش ديال الجين زوينه زوينه بزاف هي غوب اون جين المهم ما غاديش تبان لكم مزيان حتى تلبس كتجي حد الركبه حتى هي كتمشي كلها بصدايف وعند الكل هكا ديال ناتو لي ديدات ديالها هكا حتى هي كيجيو نص هنايا صافي هادي الثمن ديالها البنات كان ب 60 اورو ودازت لي بنص ثمن خلصت فيها 30 اورو هادي اللي دازت غاليه من هادو صافي البنات هادشي اللي كاين من ايطال نورمالمون هاي صافي ساليت اوف اوفا عيت والله العلي العظيم الا عيت البنت كذب عليكم صافي الباقي ديك الطباس اللي شريت من ميزون دوموند وديك شي ديك تخربيقات اخرين ديال الدار راني وريتهم لكم الا كان شي ديتاي اخر نسيتو ماشي مشكل نجمعو لكم في اول اخر مي فريمون دابا راني كروفي ساليت كانوا عندي بزاف ديال ليزاشا وفوالا الوغ فوالا البنات كنتمنى يكون عجب لكم لو اول وتكونوا خديتو مني دي زيدي وكنتمنى زعما تعرفوا فين غادي تمشيو دابا وتعرفوا منين تاخذوا الا عجبتكم حاجه كاين بزاف بروموسيون مي فريمون بزاف اشاك فوا كنوري لكم لي ماغازا راه كيكون تما علاش كنوري لكم الهميزات وهذا حيت مني كتشوفوا الحاجه عندنا اولا عندي بعض المرات كنوري لكم الحاجه مي مني كتشوفوها عندي انا لابساها كتبقوا تقولوا لي حنا منين هذيك وانا كنكون وريتها لكم ديجا المهم ما علينا البنات كنتمنى يكون عجب لكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك الا عجب لكم وشكرا بزاف على مشاهده الفيديو من الاول حتى الاخر وسمحوا لي طولت عليكم باسكو فريمون كان عندي بزاف وبغيت نشاركهم معكم قبل ما يفوت كنقولوا الصلد تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف كنبغيكم كنحماق عليكم باي باي.